وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش يعلن عن اتخاذ تدابير متعددة لمواجهة التأخر في التساقطات المطرية، وفي نفس الوقت تعبئة الفلاحين من أجل الاستمرار في عمليات الحرث طيلة الأسابيع القادمة. أخنوش وخلال اجتماع المجلس الحكومي تقدم بعرض حول تطورات الموسم الفلاحي على ضوء التساقطات المطرية الأخيرة، حيث أكد أن معدل التساقطات بلغ 65 ملم وهو أقل من سنة عادية. أخنوش أكد أن الوضع يعتبر عادياً في عدد من المناطق مثل الغرب واللوكوس ودكالة وغيرها، مشيراً إلى أن بعض المناطق الأخرى لا زالت تعرف خصصاً حاداً وكبيراً. أخنوش أعلن أن المساحة المحروثة بلغت لغاية اليوم 3 ملايين هكتار.